وينه سهيل لهلا؟ ليش ما عم يرد علي؟ هو لازم يكون رجع من مركز الشرطة. سهيل شو صار؟ هو إجا على بيتي وكان تعبان كتير، بس هلأ ما عاد في داعي إنك تخافي عليه، هو رح يكون منيح. بومي أنا إجيت لهون بس لحتى وصله على بيته. امسكي لو سمحتي. انتبهي سهيل، على مهلك. بس خليه يشرب مي كتير منيح مشان راسه ما يجع. أنا لازم روح قبل ما حدا يشوفني هون. شكراً بومي، أنتي من 5 سنين مو بس اعتنيتي بسهيل، آريا وأمي كمان اعتنيتي فيهم. أنتي حبيتيهم مثل عيلتك. اللي صار معنا من 5 سنين غير لنا حياتنا كلياتنا. مزبوط أنا ما حكيت شي بوقتها، بس صدقيني لما يجي الوقت المناسب رح خبرك ليش هيك عملت. أنا واثقة ومتأكدة إنه أنتي رح تصدقي كلامي، بس اللي صار بزعل، وحاليا في شي واحد بس مخليني مبسوطة، إنه أنتي حصلتي على عيلة كتير حلوة وكمان بتحبك من قلبها. هذا المهم. فيد ولد عن جد كتير مميز. سهيل انتي فيد عيلة كتير حلوة. تري بس هي اللقمة. يلا جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.